The court has reviewed the settlement and the records, and it has found that it is in the best interest of the child, Ibrahim, born January 14th, 2019, that temporary custody goes to his father, Mr. Elathi. Ma'am, you have 30 days to appeal. Thank you. Court is adjourned. All right. مبروك يا هبه. شكرا يا مؤنس، شكرا قوي بجد، شكرا قوي، شكرا قوي يا مؤنس. ده انا مش عارفه. انا اسفه، انا اسفه، ما عرفتش امسك نفسي من الفرحه. انت عملت لي حاجه كبيره قوي، انا عمري ما هنسى لك الجميل ده. شكرا يا مؤنس، شكرا. قول لي ممكن اعمل لك ايه؟ تتجوزيني؟ Congratulations. كده مش فاهمة حاجة خالص. طيب معلش، قولي لي إيه اللي أنت مش فاهماه وأنا أشرحه لك. يعني هو طلقني طبعا، بس انا ما كنتش انا على فكره انا لا يمكن اغلط الغلطه دي في حياتي ابدا. لا يمكن اطلب ايدك للجواز وانا عارف انك على ذمه راجل تاني ابدا. بس يعني فتره العده لسه ما عداش الثلاث شهور. عده الحامل بتنتهي بالوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أصل هو لما يعني قصدي أنا ما سمعتش الفويس نوت دي غير بعد ما خلفت، يعني ما عملتش سين، فده معناه إن أنا العدة ممكن تبقى بعد الخلفة حصل الطلاق. لا يا هنا، لا لا، الطلاق بيقع في اللحظة اللي الزوج طلق فيها، مش في وقت معرفة الزوجة. الرسالة دي جات لك وانت حامل. طيب تفتكري لو ما كنتيش فتحت الموبايل ما كانش الطلاق هيقع؟ يعني يا هنا دي بتبقى مسائل واضحة ما فيهاش أي نقاش أو مجال للغلط. انت من ساعة ما ولدتي إبراهيم وأصبحتي امرأة حرة، وهو ما يحقلوش إنه يردك إلا بعقد جديد. أنا أصلا مش عايزة أعرفه تاني. بس أنا كده يعني سارة، أنا كده ببوظ لها حياتها فعلا. يعني هي ما عملتليش حاجة وحشة وأكيد سارة ست مؤمنة تعرف دينها وربنا كويس قوي. يستحيل تحرم ما أحله الله، يستحيل. أنا أصلاً ما كنتش عارفة أقول لها إن إحنا كتبنا إبراهيم باسمك، فما بالك لو عرفت بالموضوع التاني ده؟ يعني أكيد هتكرهني، وبصراحة ليها حق. أنت لسه ما تعرفيش سارة كويس. بعدين برضو هنا يعني إحنا مش هنعمل حاجة من وراها والعياذ بالله. طب إحنا هنجيب إبراهيم إمتى؟ بصي، هو كلها أيام، بمجرد ما إبراهيم إن شاء الله يخرج من الحضانة. بس أنا اللي هستلمه لوحدي. ليه تاني؟ حصل إيه؟ ما حصلش أي حاجة، كله تمام. بس ظهورك في الصورة ممكن يعرضني أنا شخصياً للمساءلة جنائياً، فيعني أعتقد إنه ما ينفعش نبان أنا وإنتي كأننا متواطئين مع بعض. لا خلاص، أنا هستناك بره المستشفى. معلش، خلينا في المضمون أحسن. أنت كل اللي ليكي إن إبراهيم بمجرد ما يخرج من الحضانة بنص ساعة بالظبط يكون في حضنك.